اكتب د دف. نعم اجيت السؤال المطلوب منك، اكتب د تمرير رقمين وارجع المجموع. لا ثواني، هجيت انا بدي اعطي لك الملخص، بدي اعمل لك اياه بطريقتين تمام. فالطريقة الأولى بدي اسميها باد براكتس. ايش يعني باد براكتس؟ ممارسات خاطئة، ممارسات للمبرمج خاطئة. ايش هذه الممارسات؟ انه انت يوز انبوت اند برنت انسايد ذا فانكشن، انه انت فعليا تستخدم الانبوت والبرنت جوات الدالة. فبدنا نعرف الدالة سم اندرسكور، بدي اديها فيرجن، فيرجن واحد، لانه بدنا نعيد نكتب نفس الدالة ونعطيها فيرجن 2 تمام. ايش المطلوب؟ انه ناخذ رقمين. فبقول انه الاي بتساوي انتجر انبوت انه انتر اي، وهنا بي بتساوي انتجر انتر بي. مطلوب المجموع ببساطة بنقول برنت A زائد B تمام. نجرب الاستدعاء، هيو سم فيرجن واحد شغل، ثلاثة وأربعة سبعة. حكينا انه هذا الكلام انه صحيح وشغال ومية مية وبيأدي المطلوب، بس مش من افضل الممارسات. ايش السبب؟ لانه انت هنا في الانبوت هذا، دالة الانبوت هذه دائما يعني بتاخذ انبوت من وين؟ من السي، من شاشة السي ام دي، شاشة الكوماند لاين تمام؟ والبرنت فعليا بتطلع لك النتيجة على الشاشة، بتقدرش تسوي فيها ولا حاجة. حكيت هذا الكلام، هيو بدي اعلقه، وايش بدي اعمل؟ بدي اروح اكتب البرنامج هذا او الداله هذه كمان مره باستخدام البيست براكتس. البيست براكتس افضل من الممارسات. ايش افضل الممارسات؟ انه احنا باس arguments and return result. بمرر باراميتر للدالة وبرجع قيمة بدل البرنت. شوف كيف حعيد كتابتها، هي هذه نفسها، حاخدها زي هيك. هنا اتفقنا انه بدنا نعملها فيرجن 2. هذا كلام بصير ملوش لازمة، احنا اتفقنا انه مش من الممارسات الصحيحة انه انت تعمل انبوت جوا الدالة. وين بدي امرره؟ A و B. والبرنت بدها تصير ريتيرن بهذا الشكل. هذا بيست براكتس، بدك تصير تتعود تكتب دوال بهاي الكيفية. ليش؟ لأنه الدالة هذه بنفع تستخدمها في تطبيق على الويب تمام، أو تطبيق على الموبايل، أو تطبيق على شاشة السي ام دي على زي اللي احنا بنكتب فيها. احنا الان نتعلم برمجه لسه يا دوبك، وين نكتب البرامج تبعتنا؟ على شاشه السي ام دي هاي. لكن بعد هيك بدك تصير تكتب برامج تشتغل على الويب وتشتغل على الموبايل تمام. فالان في الويب هذا الكلام بنفعش انه تاخذ فيه، يعني هذا الكلام بمشيش، تاخذ انبوت وتعمل برنت بتطبع على الشاشه. لا، الافضل انه انت تمرر الباراميتر وترجع النتيجة، واللي بيستدعي الدالة هو حر كيف يتصرف فيها. نعم واضح. نيجي الان نشوف الاستدعاء. طيب خلينا نشوف الاستدعاء ايش بعمل. سم زي ما شفنا هنا
درجع أذكرك في السلايد إنه النتيجة هاي اللي هي W بدنا نخزنها في متغير. فايش بدي أسوي؟ R بتساوي هذا الكلام. وايو print result R تكملة لايش؟ هي نفس الدالة بس عدد كتبتها بطريقة مختلفة، وحكينا ان الطريقة هذه هي الطريقة الافضل. هي حتى علمت لك عليها best practice فوق bad practice. حل نفس السؤال. هذا استدعاء للدالة، تمام؟ والنتيجة تبعتها وين خزناها؟ في هذا المتغير. وهنا بدي امرر له 3 و4 أو 5. 3 و5 قديش؟ اللي هم 8 بالضبط. هذه R. واضح يا شباب؟ مفهوم؟ فهي الريزلت 8 اللي هو ناتج الخمسة والثلاثة. هجد بدي اوجه لك الريتيرن هذه، انه ايش المرونة تبعتها؟ انه النتيجة هذه تقدر انه انت تسوي فيها اللي بدك اياه. ما دام انت خزنتها في متغير تقدر تقول انه print result زائد 1. فانت هنا بتروح تعمل R زائد 1، تجري عليها عملية حسابية. يبقى هنا 8، هنا R زائد 1 9. لكن الكلام هذا ركز معايا كويس، طلع على اللوح، بدي ارجع لك هاي البرنت. شوف كيف النتيجة. برنت للنتيجة، تمام؟ وهنا الـ R لما نستدعيناها ايش رجع لي؟ نون. انه فعليا ليه بترجعش؟ ايش بتعمل؟ تطلع على الشاشة. لقيت انطبعت الـ8 على الشاشة، خلاص اتبخرت، مش موجودة في المتغير، مش موجودة في الذاكرة، رجع لي عملية حسابية. عشان هيك جيت عملت هنا الـ R زائد 1، فبروح بطلع لي هذا الايرور. بالضبط بالضبط. فبالتالي هنا الـ return هي اللي بتدي لك المرونة هذه، تمام؟ واضح؟ طيب صحيح. حكيت انت لما تيجي تشتري في السوبر ماركت، أو خليني أوقف هذا الفيديو.